البلاد عامة يعني طبعا من الحاجات المهمة جدا ان احنا نكون عارفينها كويس، وطبعا ما بتاخدش وقت كبير جدا في المذاكرة لو احنا فهمناها بطريقة يعني بالأسئلة اللي هي ممكن تتبادر للذهن عندنا. احنا عندنا البلاد أصلا هو بيتكون من سيلولار ماتيريال يعني، أو سيلولار كومبوننتس. السيلولار كومبوننت دي اللي هي الريد بلاد سيلز يعني كرات الدم الحمراء، وكرات الدم البيضاء اللي هي الوايت بلاد سيلز، والبليتليتس اللي هي الصفائح الدموية. دول المين ثري سيلولار ستراكشرز يعني الأجزاء الخلوية الموجودة جوه الدم يعني اللي فيها خلايا. عندي برضو من ضمن التركيبة عندي اللي هي البلازما، وطبعا ده اللي هو الجزء السائل ما بيبقاش فيه الخلايا بتاعته، عبارة عن فلويد سائل، والبلاد سيلز نفسها بتبقى سسبندد فيه معلقة داخل السائل ده اللي هو البلازما. النورمال بتاعنا يعني دايما ما احنا بنقول رينج او رقم، ممكن بنلاقي فيه رينج كده ان هو السيركيوليتنج بلاد بيبقى حوالي 8% من البادي ويت، من كل البادي ويت بيبقى فيه تقريبا 5 لتر، ليه ممكن تلاقي 5.5 في الميل و5 في الفيميل. السيلولار اليمنتس بتبقى عندها شورت لايف سبان يعني في عمر افتراضي ليها، بتبقى في continuous replacement يعني دايما بيحصل إعادة تجديد ليها. والتكوين بتاع الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز بيبقى تقريبا ليه عملية اسمها هيماتو بويسز، دي اللي هي عملية تكوين كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء. طبعا العملية دي بتتم في الريد بون مارو اللي هو نخاع العظام الأحمر، وده في الادلت. والريد بون مارو بتبقى موجوده في البلفس والريبس والاسترنم يعني موجوده في عظم الحوض وعظم الضلوع وعظم الايه اللي هي عظمه القص والجزء في منتصف الصدر اللي بيطلع منه او بيلتصق به الجزء الغضروفي من الضلوع. ايه الوظائف بتاعه الدم؟ طبعا احنا الوظائف بتاعه الدم بنقسمها كده ميلي الى حاجات رئيسيه زي ترانسبورت فانكشن عمليه النقل، وظيفة منها وظائف النقل. وعندنا في طبعا الجزء اللي هو بتاع اللي بيتم فيه الوظيفة دي أصلا، العملية دي بتتم أصلا كلها اللي هي بتاعت النقل دي من الستركشرز بتاعت الدم كله، يعني الدم كله بيشارك في العملية بتاعت النقل ده، سواء الستركشر بتاعته كانت خلوية أو سائلة. فبنلاقي هنا ده transport function. في الفانكشن التانية اللي هي بتحافظ على regulation بتاعت body temperature يبقى على درجة حرارة الجسم، homeostatic function اللي هي تجلط الدم، والdefensive function اللي هي الجزء الدفاعي اللي هو بيدافع عن الجسم أو المناعة بتاعت الجسم. homeostasis اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في اول درس خدناه او اول ليكتشر خدناها اللي هو الهوميوستيزيس اللي هو عمليه الثبات الداخلي للبيئه الداخليه. دي الوظائف الرئيسيه او العناوين الرئيسيه للوظائف. لما بنيجي للترانسبورت فانكشن بنلاقي ان البلاد بيشيل او بيساعد في حمل الاكسجين وطبعا الكربون دايوكسيد اللي هو عمليه التنفس اللي بتتم من خلال التبادل الغذاء وتبادل المواد زي الأكسجين والكربون دايوكسيد كجزء مهم جدا عن طريق الريسبيراتوري فانكشن اوف ذا بلاد، يبقى ليه وظيفة تنفسية. طيب في برضو البلاد بيشيل ايه تاني او بينقل ايه تاني؟ بينقل السبستانسز اللي هي ابزوربد من الجاسترونتستينال تراكت، المواد سبستانسز دي اللي هي تم امتصاصها من الجي اي تي من الجاسترونتستينال تراكت يعني الجهاز الهضمي، وبيبتدي ينقلها لانسجه مختلفه
عشان يتم عملية الايه التمثيل الغذائي ويحصل منها على الطاقة، ودي بنسميها nutritive function، يعني وظيفة تغذية. طيب عندنا ايه كمان في الترانسبورت؟ ان هو بيعمل ترانسبورت للنون فولاتايل برودكت في الميتابوليزم اللي هي الويست برودكتس، بينقلها ايه للكيدني، وعشان يحصل لها اكسكريشن، يعني بيحصل لها اخراج من الكيدني، يبقى المواد اللي انا مش محتاجها يبتدي يخرجها بره زي اليوريا وزي اليوريك اسيد. تمام، المواد دي كده لما بتخرج بره خلاص انا بتخلص منها نهائي. طيب بالنسبة للبلاد ترانسبورت برضو، لا في عملية ترانسبورت للهرمونز اللي هي الهرمونات اللي تفرز من الغدد دايركتلي في الدم، بتتنقل عن طريق الدم تروح للتارجت سيلز بتاعتها، يعني الأماكن اللي هتعمل فيها التأثير، وتبتدي تعمل الريجليت الفانكشن بتاعتها عن طريق توصيل الدم للخلايا اللي هي التارجت بتاعتها. الوظيفة الثانية regulation، يبقى احنا عندنا وظيفة الترانسبورت خلصت. وظيفة الريجيليشن هي تنظيم درجة حرارة الجسم، ودي تبقى distribution للهيت produced during الميتابوليزم all over the body. يعني احنا عندنا عملية الميتابوليزم مثلا تتم في الليفر او تتم في اي انسجة تانية، بتم حرق الجلوكوز وانه يخرج ATP، ده بينتج عنه طاقة وبينتج عنه حرارة. الحرارة دي بتوزع على باقي الجسم على أساس إنها تعمل الرول بتاعها في إن هي تعمل الوظائف الحيوية. طيب الهيموستاتيك هيموستاتيك فانكشن، هيموستاتيك فانكشن اللي هو مسؤول عن البلاد كلوتس اللي هي تجلط الدم، تجلط الدم. تمام، فأي جزء بيحصل فيه قطع هنا cut to close the injured part، وده بيمنع فقد الدم من الايه السيركيولاتوري سيستم، يعني بحافظ على الدم من خروجه في للخارج عن طريق الايه اي جرح. يعني الواحد لما بيحصل له نزف الدم، طبعا في بعض الاستراكشرز بتساعد على عمليه التجلط. من ضمن الوظائف برضو الديفنسيف فانكشن اللي هي الخطوات الدفاعيه، طبعا بيبقى منوط بيها او مسؤول عنها الوايت بلاد سيلز، ودي بتعمل اتاك للأورجانيزمز اللي هي بتحاول تدخل الجسم، وتبتدي بعد كده برضو كمان تكون لها أنتيبوديز، تكون لها أجسام مناعية. يبقى في وظيفة تعمل أتاك مباشرة، تعمل هجوم مباشر على أي أورجانيزم داخل الجسم، وتبتدي تعمل بعد كده تكون له أجسام مناعية. هوميوستيزيس maintain the internal environment of the body، وطبعا ده بيبتدي هنا بتحافظ على البيئة الداخلية للجسم، زي ما احنا اتفقنا قبل كده في الديفينيشن بتاع الهوميوستيزيس ان هو relatively stable internal environment. بيحصل continuous exchange between the interstitial fluids والblood، يبقى هنا عندي سائل اللي موجود بين الخلايا اللي كنا كلمنا احنا الووتر distribution، قلنا ان في جزء من الووتر بيبقى موجود اكسترا سيلولر يعني خارج الخليه، وقلنا الجزء اللي هو خارج الخليه ده بيبقى فيه منه جزء انترستيشال بيكون 15%، وفي 5% بيبقوا موجودين جوه البلد، وقلنا اللي هو الميه بتبقى موجوده بنسبه 90% في البلازما. بيحصل عمليه التبادل بين الانترستيشال فلويدز والبلد، وبالتالي هنا يبتدي يحصل عمليه محافظه على نسبه السائل بين الداخلي والخارجي بالنسبه للانفايرمنت، وده من خلال مثلا كل الاجزاء بتاعه الجسم. يشوف الميه الزياده في مكان بياخدها ويوديها للكيدنيز، والكيدنيز دي بتعمل لها اكسكريشن، او الميه لو ناقصه في مكان يحافظ عليها ويجيب الميه من بقيه اجزاء الجسم يوديها للجزء اللي هو مفتقد الى وجود الماء. الدم هنا طبعا برضو بيساعد على مينتيننج الووتر بالانس، يبقى هنا في وظيفه الووتر بالانس اوف ذا بودي، ده برضو حاجة من الحاجات المهمة، يبقى هنا بيحافظ على نسبة المية جوه الجسم. والأسيد بيز بالانس اوف ذا بودي يعني نحافظ على حموضة وقلوية الدم. ايه هي الاستراكشرز دي اللي احنا قلنا بتساوي 8% من البودي ويت؟ لو بدأنا هنا عندنا هنلاقي عندي هنا بالنسبة للجزء ده هنلاقي عندنا ايه طبعا
هنلاقي عندنا الجزء اللي مسؤول عنه او اللي بيبقى مسؤول عن الاستراكشر دي، عندنا فيه 8% اللي هو من 4 لـ 6% موجودة، 4 لـ 6% من الهول بلاد 4 لـ 6 لتر، يعني على اساس ان احنا قلنا فيه 5 وفي 5.5 في بعض الاماكن بالنسبه للبلاد كله، بتقسم للبلازما، ودي بتكون من 53 to 60% من الكميه كلها، والاليمنتس الثانيه اللي هي من 40 لـ 47% اللي هي بتكون السيلولر ماتيريال. لو جينا بدانا بالبلازما هنلاقي فيها الووتر او بنسبة 90%، وفي 10% سوليوتس يعني المواد المذابة، المواد اللي هي دايبة في 90% ووتر، ودي بتبقى عبارة عن 7 سوليوتس بتبقى حوالي 10% عند البلازما بروتين 7%، وفي بعض الالكترولايتس واليوريا والجلوكوز يكونوا 3%، تمام، اللي هو بيبقى تقسيمة السوليوتس بتقسم لـ7 و3 يبقى 10 90 100%، ده الشكل بتاع البلازما كلها، يعني ده كده شكل البلازما كلها مع بعض الاستراكشر الاخرى، تمام. ايه بقى بالنسبة للبلازما بروتين؟ بلازما بروتين بنلاقي منها بتتكون من الالبومين، وتتكون من الجلوبيولين، وتتكون من الفايبرينوجين. يبقى في ثلاث حاجات للبلازما بروتين، بروتينات البلازما، ودي هنا طبعا بتبقى عندنا الاستراكشر بتاعتها واضحه جدا قدامنا. الالبومين بيبقى تقريبا 55% من نسبه البروتين الموجوده في الجسم بتبقى عن طريق اللي هي موجود فيها الالبومين. 41% بيبقى عبارة عن الجلوبيولين، و4% فيبرينوجين. طبعا بالنسبة للألبومين والجلوبيولين والفيبرينوجين كل واحدة هنشوف الوظيفة بتاعتها لاحقا. يعني الألبومين عامة هو بيحافظ على حاجة اسمها الأوزموتيك بريشر، والجلوبيولين هو مسؤول عن الأميونو جلوبيولينز، بيبقى فيه حاجات اللي هي بتاعت المناعة، والفايبرينوجين مسؤول عن تجلط الدم. يبقى انا عندي هنا وظائف من ضمن وظائف الدم، احنا قلنا التجلط، قلنا الاجسام الدفاعيه، وبيضاف عليهم في البلازما هنا ان هو يعمل وظيفه اللي هي بتاعه الاوزموتيك بريشر اللي هي بتحافظ على السوائل اللي هي بتشارك في الايه اخر اختيار بالنسبه للوظائف اللي هو الهوميوستاسيس. طب بالنسبه للاستراكشر العاديه بقى، عندي الاريثروسايتس اللي هي كرات الدم الحمراء، عندي الليكوسايتس كرات الدم البيضاء، عندي البليتلتس اللي هي الصفائح الدموية. الكرات الدم الحمراء خلاص هي الار بي سيز، هي عددها من 4.5 لـ5.5 مليون بالمليمتر سكوير كيوب مكعب. بالنسبة للليكوسايتس من 6 لـ10 ألف، يعني 10,000، من 6,000 لـ10,000، 6,000 لـ10,000 مليمتر مكعب. وعندنا البليتلتس بتبقى من 150 لـ400 ألف بير مليمتر مكعب. يعني أنا لما أخذ منها 1 سنتي بلاقي فيه، أو 1 ملي يعني بلاقي فيه الاستراكشر دي تبقى موجودة. طيب بالنسبة لكرات الدم البيضاء اللي هي اللي فيها تمييز شوية، في عندي حاجة اسمها النيتروفيلز، ودي أكتر عدد من كرات الدم البيضاء. احنا لما نيجي نعمل تحليل الدم بنلاقي في حاجة اسمها، بنعمل تحليل الدم مثلا الهيموجلوبين وكرات الدم البيضاء والبليتلتس، وطبعا بنشوف نسبة الهيموجلوبين ونعرف إذا كان الشخص ده عنده أنيميا ولا ما عندوش أنيميا. لكن بنبص على حاجة تانية اللي هي نسبة الـ، يعني لما بنيجي نبص عليها بنقول ايه عندنا بالنسبة لكرات الدم البيضاء، بنختار حاجة نقول ايه عايزين وصف تفصيلي او differential count للليكوسايتس، يعني عايزين الاعداد بتاعت كرات الدم البيضاء تبقى متصنفة الى ايه التصنيفات اللي قدامنا دي، فيها نيتروفيلز، فيها ايزينوفيلز، فيها بيزوفيلز،
دول مع بعض الثلاثه دول بنسميهم ايه؟ جرانيولر ايه؟ جرانيولر ليكوسايتس او جرانيولر وايت بلاد سيلز، دي بنسميها جرانيولر. تمام. الجرانيولر دي يعني ان هي بيبقى فيها، لما بنيجي نبص على الصوره بتاعتها تحت الميكروسكوب بتبقى ايه؟ محببه، ده اسمها كده جرانيولر. وبالنسبه للنوع الثاني هو اسمه ايه؟ اجرانيولر، اللي هو ما فيش فيه حبوب داخل الشكل تحت الميكروسكوب. تمام. بيبقى ما فيش فيه الايه؟ الجزء ده تحت الميكروسكوب، بيبقى اجرانيولر. ده بالنسبه للوايد، الجزء اللي هو اللي تحت اللي هي كرات الدم الايه؟ البيضة، بتتصنف لثلاث انواع اللي احنا شفناهم: نيتروفيلز من 60 ل 70%، الايزينوفيلز من 2 ل 4%، البيزوفيلز تقريبا من 0 الى 1% 1.5 او 0.5 لغايه 1%، مش اكتر من كده، ما تزيدش عن 1% او 0.1%، ممكن زي ما انتم شايفين في العدد كده او 0.1%. بالنسبه للليمفوسايتس احنا زي ما اتفقنا انها بتبقى اجرانيولر، يعني الرسم الشكل بتاعها تحت الميكروسكوب ما فيش فيه حبوب موجوده او مش محبب تحت الميكروسكوب، وده بيبقى الليمفوسايتس والمونوسايتس. لما نيجي نبص بعد كده ان شاء الله، لما نيجي نقرا او نشوف الوايت بلاد سيلز، كرات الدم البيضاء، هنناقش كل واحد ايه الميزه بتاعته بعد كده. طبعا هنا برضو هنا دايجرام تاني مرسوم بيه الشكل بتاع البلازما نفسها. بنبقى نقول البلازما هنا representing 55% من البلاد فوليوم، والformed elements of the blood اللي هي cellular elements بتكون 45%. كل طبعا الحاجات دي بتبقى رينج وهي نفس الشكل، بس مدينا هنا ايه؟ لو بصينا على ادي البيزوفيلز تحت اهي في الصوره، الايزينوفيلز، الجزء اللي هو النيتروفيلز، هنبص على البلازما اللي هي حوالين النيوكلس اللي موجوده دي، نلاقيها محببه، يوجد فيها بعض الايه؟ النقاط كده، نقط منقطه من جوه اهي، دي مثلا منقطه من جوه واضحه جدا، دي اللي هي البيزوفيلز. ثلاث انواع دول هم اللي بنسميهم ايه؟ جرانيولر، وكلهم طبعا اسمهم سيلولر. يعني اول حاجه هنا سيلولر، ريد بلاد سيلز كرات دم حمراء، وايت بلاد سيلز كرات دم بيضاء، بليتليت صفائح دمويه. بيشمل ايه كرات الدم البيضاء؟ بتشمل الليمفوسايتس والمونوسايتس، وقلنا دول الاثنين دول بيبقى تحت الميكروسكوب مفيش حبوب او مفيش نقاط موجوده، نقط يعني داخل الايه؟ البلازما بتاعتها. اما الجزء اللي هو النيتروفيلز والايزينوفيلز والبيزوفيلز، الثلاثه دول بيبقوا فيهم الجزء اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ان هو جرانيولر. طبعا بالنسبه للسبيسيفيك جرافيتي او الفيسكوستي، ده احنا مش مطالبين بيه قوي ان احنا نكون عارفينه، مش عايزين ايه نشغل نفسنا قوي بالستراكشر بتاعته، لكن بيبقى عندنا كقيمه يعني، بس مش اكتر يعني. فاحنا بس هنعلم عليه كده ان هو مش محتاجينه، عشان برضو احنا الناس ما تقعدش تحفظ في الارقام، ولكن نعرف المعنى بتاع الفيسكوستي. ده بيتكلم على لزوجه بتاعت الدم، لزوجه الدم. طبعا الفيسكوستي بتاعت البلازما بتبقى 2 تايمز ذات اوف ذا ووتر، يعني دايما كده بنقارن دايما كل حاجه بالبلازما، هنلاقي اللزوجه بتاعتها ايه؟ ليها مرتين اكتر من الميه، يعني في جزء يقدر يبقى في سسبنشن، وطبعا ده بيساعد شويه على الايه؟ الحركه وسهوله الحركه، ولكن لما بتزيد الفيسكوستي بتاثر على الحركه وبتزود ضغط الدم، وبنشوف برضو التاثيرات بتاعتها بعد كده في الايه؟ في الشابترز اللي جايه بعد كده. عندنا هنا في اول حاجه بنبتدي ازاي نقدر نقيس ونعرف الاستراكشر اللي شايفينه في الصوره ده قدامنا، بنعمل حاجه اسمها هيماتوكريت فاليو. هيماتوكريت فاليو يعني الهيماتوكريت فاليو هنا من الحاجات اللي هي بنقدر بيها نعرف الاستراكشر بتاع الدم
في ايه بالظبط وايه الحاجات اللي احنا هنطلع بيها. في اسمه هيماتو كريت فاليو، يعني القيمه بتاعت الهيماتو كريت ده، او بنسميها باك دي سيل فوليوم، يعني حجم الخلايا ايه واحنا بعد ما بنعمل عمليه سنترفيوجيشن، يعني عمليه ايه تدوير للدم ده داخل الانبوبه الشعريه جوه جهاز اسمه السنترفيوج اللي هو الطرد المركزي. على طول الدم بيترسب في اتجاه منظر زي ما شايفين في الصوره كده، يعني لو دخلت الانبوبه حطيتها هنا في الجهاز ده وقفلت وعملت خليته يدور بعدد لفات معين، هو جهاز مخصص للتحليل ده، هتلاقي الدم اتركز في اخر الانبوبه، كرات الدم الحمراء طبعا عشان هي بتشكل العدد الكبير، تمام. وبعدين بتلاقي في خط كده بين الاثنين فاصل، ده بيكون الليكوسايتس والبليتلس، يعني كرات الدم البيضاء والصفائح الدمويه، يعني دول بيبقوا ظاهرين هنا. وعندي البلازما الجزء اللي فوق اللي هو ال 55%. التجربه دي بتسميها هيماتوكريت فاليو، يعني بتحسب لنا هنا برسنتج اوف ايه او البرسنتج ريشيو بتاعه الريد بلاد سيلز كورباسكلز، كرات الدم الحمراء هنا نسبه الى الريشيو بتاعها الى الايه الفوليوم بتاع البلاد. وطبعا تقريبا اتش في ده اللي هو الهيماتوكريت فاليو بيبقى 74% وبيوصل ل 52% بالنسبه للادلت، ده الرينج بتاعه، لكن ده المتوسط. وعندي 42% في الفيميل، وعندي 40% بالنسبه للتشيلدرن، يعني كله بيقل بالنسبه للتشيلدرن. كلمه هيماتوكريت فاليو هي نفسها كلمه الباك سيل فوليوم او البي سي في. طبعا احنا ممكن برضو نحدد الموضوع ده، بناخد فينس بلاد يعني دم من الوريد وبنحطه في انبوبه جرانيوليتد، يعني من جوه او جراديويتد بتبقى مدرجه، ونبتدي مثلا لو قلنا انها مدرجه من 0 الى 100 او من 0 ل 10، هنلاقي ان انا لو عملت عمليه السنترفيجيشن هلاقي ان 4.5 سنتي مثلا، لو انا قلت ان هي مدرجه 10 سنتي يبقى 4.5 سنتي هتلاقي فيهم الار بي سيز، كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والصفائح الايه والصفائح الدمويه، وهلاقي ان الجزء اللي جه ظهر فوق نتيجه السنترفيجيشن، انتوا عارفين طبعا السنترفيجيشن عمليه الطرد المركزي، الحاجه الثقيله هي اللي هتروح ناحيه نهايه الانبوبه، والحاجات الخفيفه زي البلازما ان ريليشن للار بي سيز ويت والوايت بلاد سيلز والبليتلتس، هتلاقي الوزن بتاعهم مختلف، وتلاقي الانبوبه بتاعه الجزء اللي هو الخاص محطوط فيه نسبه البلاد زي ما قلنا كده، لو هي مدرجه 10 سنتي مثلا وانا حطيت فيها 10 سنتي بلاد وحملت لها سنترفيجيشن، هلاقي ان 4.5 سنتي يبقى فيهم الار بي سيز دي باك دي تحت، وبعدين في بينهم خط فاصل فاين كوت كده بيبقى لاين موجود، وبعدين جزء اللي هو الايه البلازما، دول كلهم اسمهم الايه الجزء اللي هو بتاع الايه الهيماتوكريت. الانبوبه اللي احنا بنستخدمها بسمها وينتروب، ده يعني مجرد معلومه بس كده، وطبعا بيكون فيها انتيكواجلانت مضاد للتجلط على اساس ان الدم ما يتجلطش جوه الانبوبه ويبتدي يحصل تحرك للار بي سيز في اتجاه خارج الانبوبه او في نهايتها، يعني النهايه المسدوده منها، لان احنا بنحط في الجهاز هنا الانبوبه بيبقى اتجاه الجزء المسدود الى الخارج والجزء المفتوح للداخل، لما نلفها بنلف السنترفيوج ده فكل الحاجات اللي هي الثقيله هتتحرك الى نهايه الانبوبه. طيب الهيماتوكريت ده ايه الفايده بتاعته لما انا بعمله؟ يعني طبعا انا لما بعمل الهيماتوكريت فاليو بلاقي يديني انديكيشنز اكوردنج للريزلتس بتاعته، يعني هل هو هيزيد الفاليو ده هيزيد ولا هيقل؟ انا اتوقع كده ان هو لو زاد، يعني انا بقول ايه نسبه الجزء اللي هو ده الجزء ده الى نسبه الجزء ده،
ده يساوي ايه بالنسبه للتاني؟ احنا قلنا ده بيساوي 45% وده 55%، يعني الجزء اللي فوق ده 55 والجزء ده 45. طيب لو انا جيت قارنت الاثنين دول ببعض، قارنت الاثنين دول ببعض هنا، يعني الاقي ده كده 55 وده 45. طيب لو انا، وطبعا الجزء اللي هو مشترك بينهم ده او الفاين كود ده، ده اللي هو في البافي ماتيريال اللي هي بتاعه الوايت بلاد سيلز. طب انا لو جيت بصيت على الاثنين دول كده، لو انا تخيلت ان ايه، ان ده زاد، ده بقى هو للزياده، وده قل، وده بقى كميته اقل، انا اتوقع ايه؟ يبقى الجزء اللي بيكون الجزء اللي تحت ده هو اللي زاد. ايه هو اللي زاد هنا؟ ايه الاستراكشر موجوده هنا؟ اللي هي الاريثروسايتس والليكوسايتس والبليتليتس. فلو لقيت الجزء اللي تحت زاد عن النورمال، يبقى ده معناه ان في زياده في الار بي سيز وزياده في الوايت بلاد سيلز في الليكوسايتس، تمام، والزياده في البليتليتس. دول اللي انا بسميهم بروتينات الحياه، الجزء ده احنا بنيجي نبص كده يبقى زاد، يبقى ده نتيجه ايه بقى؟ احنا الجزء الاحمر اللي تحت عباره عن ايه؟ الار بي سيز. معنى انها زادت يعني عدد الار بي سيز زادت، اللي هي بنسميها ايه؟ بولي تيسيميا. ده معناها زياده ايه؟ كرات الدم الحمراء، نسبه كرات، لان هي الاكبر تمثيلا، او ان اللي حصل ايه؟ ديهايدريشن، لان احنا عارفين ان البلازما دي فيها 90% ووتر، 90% ووتر. لو انا فقدت من الميه دي كتير، هتلاقي نسبه البلازما هتقل، وبالتالي الار بي سيز بالنسبه له هيبقى اكتر. طب لو جه العكس حصل، ان هو في حالات الانيميا، ايه اللي بيحصل في حاله الانيميا؟ ان كرات الدم الحمراء تقل، وبالتالي هنا هتلاقي ايه؟ ايه اللي يحصل عندي؟ اللي يحصل عندي هنا ان هلاقي ان دي هتقل، وبعدين البلازما هتلاقيها نسبة وتناسب بقت أكتر منها. في الحالة دي إيه اللي حصل هنا؟ إيه اللي أثر عمل النقص والزيادة هنا؟ هنا إحنا قلنا هنا كرات الدم الحمراء زادت، هنا كرات الدم الحمراء هتقل، وبالتالي كرات الدم الحمراء دي بتقل في حالات الإيه؟ الأنيميا، تمام؟ اللي هو حالة الإيه؟ فقد كرات الدم الحمراء أو فقد نسبة الهيموجلوبين حسب نوع الأنيميا اللي موجودة، او ان الميه اللي موجوده في البلازما زادت قوي، يعني بدل ما هي 90% بتساوي 3 لتر زي ما كنا اتكلمنا واحنا بنوزع الميه العاديه، واحد شرب ميه كتير جدا هيحصل عنده حاله اسمها هايدريشن، يعني زياده في نسبه الميه اللي موجوده في جسمه، وبالتالي هتنقص نسبه الايه الهيماتوكريت فاليو ان ريليشن للكلام ده. طب البلازما دي لو خدناها كده تفصيليا، هناخد كده بعض المختصرات عنها، مش هناخد كل الكلام اللي مكتوب، هنحاول ان احنا نسلكت المعلومات اللي هي تفيدنا في شغلنا بعد كده. هي عباره عن ايه؟ عن الفلويد بورشن اوف ذا بلاد، يبقى ده الجزء السائل في الدم، واحنا قلنا ده بيساوي 90 في في 90% ووتر، تمام. فالنورمال بلازما فوليوم تقريبا بيبقى 5% اوف ذا بودي ويت، تمام، لكن هي بنسبه الميه بتبقى فيها نسبة مية تقريبا حوالي 5% من الووتر فاليو في الجسم بتاعنا، وطبعا احنا قلنا 90% منها بيبقى ووتر، فيبقى فيها نسبة الووتر بتاعتنا 90%، وبالتالي هنا لو حصل ديهيدريشن زي ما احنا شفنا في الصورة اللي فاتت بتاعت الهيماتوكريت، حصل نقص في المية بتاعت البلازما، وبالتالي يحصل نقص في البلازما، وبالتالي تديني المنظر اللي احنا كنا شايفينه. طيب اللون بتاعها بيبقى اصفر، طبعا احنا بس مجرد نبقى احنا عارفين، وده بنشوفه لما بنيجي ناخد عين الدم ونحطها في الانبوبه ونسيبها حتى يحصل لها برسبتيشن من غير ما نعمل سنترفيجيشن، هنلاقي لون اصفر بيظهر، او لما الواحد بيتجرح والجرح يبتدي يلم شويه بنلاقي فيه سيروس فلويد لونه اصفر كده يخرج من على سطح الجلد. الفيسكوستي زي ما قلنا انها يعني اللزوجه بتاعتها بتبقى مرتين قد الميه. النقط دي مهمة يا جماعة نكون عارفينها، ان هي الفيسكوستي ضعف المية، دي من ضمن الاسئلة يعني اللي هي بنتسأل فيها في الام اس كيو. عندي برضو بالنسبة للسبيسيفيك جرافيتي، تمام،
الجزء اللي هو من 10 ل 30، عندي البي اتش بتاعتي اللي هي الحموضه والقلويه بتبقى 7.4. طبعا هنا بيبقى الجزء عندي الاوزموتيك بريشر بتاعتي بتبقى 290 ملي اوزمول. طبعا الجزء فيه جزء كريستالويد التركيز بتاعه، جزء الكولويد بيبقى 25 ملي متر ميركوري، ده اللي هو بيمثل الاوزموتيك بريشر او الكولويد اوزموتيك بريشر اللي كنا اتكلمنا عليه في الشابتر قبل اللي فات. هنلاقي الكولويد اوزموتيك بريشر هو المسؤول عن المحافظه على السوائل داخل الاوعيه الدمويه. يبقى النقط اللي احنا علمنا عليها هي النقط بالنسبه لنا المهمه اللي نكون عارفينها كويس ونكون ايه مستوعبينها. طيب التركيب بيبقى عباره عن ايه؟ برضو احنا نبقى فاهمين ان هي 90% ووتر، دي مهمه جدا ان انا اكون عارفها. طبعا البلازما بروتين بيتكون حوالي 7.1 جرام برسنت، تمام. الان اورجانيك المواد اللا عضويه بتبقى اللي هي زي الصوديوم والكلورايد والبيكربونات والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم بتبقى 0.9%. واحنا برضو لو بصينا على المحلول اللي احنا بنعلقه للعيان بنلاقي ايه؟ صوديوم كلورايد بنقول هنعلق له محلول ملح، تمام، تركيز 0.9%، صح؟ بتشوفها كده على المحلول اللي هو بيتعلق للعيان لما يكون جاي عنده ديهايدريشن، بندي له 0.9% من محلول الملح ده اللي هو عباره عن نفس التركيز اللي احنا شايفينه، يبقى زيه زي البلازما، كاني بديله السائل بتاع البلازما او التركيبه بتاعت الانورجانيك كونستيتيونتس اللي موجوده في البلازما، فبعمل تعويض للي فقده اذا كان مثلا عنده فوميتنج او عنده دايريه، عنده اسهال او عنده ترجيع، فببتدي اديله النسبه دي. بالنسبه للاورجانيك بقى نيوتريتيف اللي هي الحاجات العضويه اللي موجوده زي الويست برودكت، الهرمونز، الاكتيف سبستانسز زي الانزيمز والفيتامينز بيبقوا حوالي 2%، وده بالتالي هنا يبقى اكتمل عندي ال 10% اللي هي بالاضافه لل 90% اللي هي ال 100% الكومبوزيشن بتاع البلازما. طيب السيرم، ايه كلمه سيرم؟ اللي هو فلويد ريميننج افتر هول بلاد از الاود تو كلوت اند كلوت از ريموفد، ده اللي هو السيرم، كلمه سيرم، تمام، بيبقى نفس التركيب بتاع البلازما بالظبط. يبقى السيرم، تمام، السيرم اهو، السيرم هاز ذا سيم كومبوزيشن اوف بلازما اكسبت الفايبرينوجين والكلوتينج فاكتور. طبعا ما بيبقاش فيه الكلوتينج فاكتور لان برضه بيبقى في جزء منها مش موجود، بيبقى طبعا دول بيبقوا ريموف. ده بالنسبه لكلمه السيرم، تمام. طيب البلازما بروتين، ايه هي البلازما بروتين؟ عندي ثلاث انواع من البلازما بروتين، عندي الالبومين، عندي الجلوبيولين، عندي الفايبرينوجين اللي هو هنا كل واحد فيهم بيبقى له وظيفه. ده تركيز نبص على، احنا مش عايزين نحفظ ارقام ولكن عاوزين نحفظ تقريبا نكون عارفين النسب المئويه. مين اكتر واحد في النسب اللي قدامنا هنا؟ هنلاقي الالبومين من 4 ل 4.5 جرام برسنت، الجلوبيولين 2.5 جرام برسنت، فايبرينوجين 0.2 جرام برسنت، تمام، لان احنا قلنا فوق ان البلازما بروتين 7.1 جرام برسنت. توزيعه بتاعتهم مين اكتر واحد فيهم؟ اللي هو 4.5 اللي هو الالبومين، وده المسؤول عن ايه؟ الالبومين هنشوفه دلوقتي مسؤول عن ايه؟ هنلاقي مسؤول عن الاوزموتيك بريشر، عن الضغط الاسموزي. اللي احنا قلنا هنا الكولويد اوزموتيك بريشر ده حاجه من الحاجات اللي هي موجوده فيه. الجلوبيولين هنشوف برضو بيبقى مسؤول الجلوبيلين عن المناعة. الفايبرينوجين مسؤول عن تجلط الدم، وهتلاقي سيرته تيجي تاني لما نيجي نتكلم على عملية التجلط. الأذر بروتينز انكلودد هنا حاجة اسمها بروثرومبين، وده هتلاقي احنا بنعمله برضو قبل العمليات، نعمل ثرومبين تايم والبروثرومبين تايم والأذر كولاتينج فاكتورز والبروتين والهرمونز، دي بتبقى حاجات موجودة داخل البلازما برضو، ولكن النسب بتاعتها ما بتبقاش كبيره لان احنا زي ما شايفين كده حتى اقل واحد فيهم الفايبرينوجين اللي هو بيساعد في التجلط 0.2 جرام برسنت. وبالتالي هنا احنا بنحسب حاجه دايما بيقول ايه؟ الالبومين جلوبيولين ريشيو، بنعمل نسبه وتناسب بين الالبومين والجلوبيولين نعرف الايه حاله بتاعه الشخص ده. الالبومين والفايبرينوجين والبرثرومبين بيبقوا متكونين فين؟ في الليفر. يبقى بيتكونوا فين؟ فورمد ان ذا ليفر، يبقى فورمد اونلي ان ذا ليفر. دول مهم جدا نبقى عارفين برضو المعلومه دي.
الجلوبيلين بيبقى فورمد ان ذا ليفر، والريتيكلو انديثيليال سيلز اللي هي بتعمل الايه برضو الجلوبيلين، بتعمل بعض الاجسام الايه المناعيه. طبعا الاي جي ريشيو لما بنعمل اللي هي النسبه بين الالبومين والجلوبيلين ريشيو دي، ليه بنعملها؟ عشان نشوف الايه الحاجات اللي هي ممكن تشخص بيها، زي الليفر ديزيزز، زي ايه بيبتدي يقل نسبه تكوين البروتين، بيقل نسبه تكوين البروتين. احنا طبعا كاتبين ان الالبومين فايبرينوجين في الليفر، وبالتالي لو الليفر حصل فيه ديزيز نسبه تكوين الالبومين هتقل، وبالتالي الريشيو بتاعته يحصل فيها خلل. او في الكيدني ديزيزز بيحصل انكريز لوس، يبقى هنا في يا اما انكريز لوس يا اما ديكريز سنسز، يا اما الانتاجه قليل يا اما اخراجه كتير، يعني بفقده بنسبه كبيره جدا. برضو في الانفكشن زي التيفويد والتي بي بيحصل ايه زياده في انكريز السنسز، وبالتالي يزيد نسبه الايه اللي بيتكون، وبتلاقي الريشيو بتاعتنا